لما اخترعت آلة التصوير السينمائي كان الهدف في الأصل هو التسجيل، ما كانتش فكرة الفيلم الروائي قايمة في البداية، كان توثيق حياة الناس هو الغرض الرئيسي. إلا إن الفيلم التسجيلي ما خدش حظه زي الفيلم الروائي، بالرغم من وجود عشرات القنوات المتخصصة زي الناشونال جيوغرافيك، إلا إنه فضل بالنسبة للناس ملوش إقبال كبير. بداية إحنا هنقسم الفيلم التسجيلي لثلاث أقسام، وهنشرح في كل حلقة فيلمنا يتبع أنهي قسم منهم. الأول هو الفيلم التسجيلي، وهو فيلم بيعتمد على التصوير المباشر وبيسجل أحداث معاصرة والمادة المصورة هي البطل فيه. التاني هو الفيلم الوثائقي، وده بيختلف طبعا عن النوع الاول ان مواضيعه ممكن تكون معاصرة قديمة تعتمد على اللقاءات ومواد ارشيفية وممكن احصائيات اكتر بكتير من التصوير المباشر، وده يمكن يكون النوع الاشهر بين الناس والمتعارف عليه. التالت بقى هو الدوكيو دراما، وده بيكون مزيج ما بين التسجيلي والتمثيل، واحيانا بيكون تمثيل بس، وده بنلاقيه اما في الاعمال اللي بتشرح جرائم، وده في قنوات كتير أو تخصصت فيه، أو في الأعمال اللي بتتكلم عن أحداث تاريخية أو أساطير. لما فكرنا نعمل برنامج بيناقش أهم الأفلام التسجيلية اللي أثرت في العالم على مر التاريخ، فكرنا كتير نعمل إيه في أول حلقة ونبتدي منين. عندنا عشرات الأفلام، بس في النهاية وصلنا لنتيجة إن البداية لازم تكون من البداية، من أول ما اخترعوا كاميرا السينما. واكتشفنا ان في فيلم اتعمل من 3 سنين في اواخر 2016 جمع تقريبا اول 108 مشهد اتصوروا في بداية السينما، طبعا رقم رهيب، بس لما تعرف ان كل مشهد كان طوله 50 ثانية هتقدر تفهم ازاي جمعهم في فيلم واحد. يعني احنا النهاردة بنتكلم عن 108 مشهد مختلفين جوه فيلم واحد. بيسجل التاريخ ان الاخوان الفرنسيين اوغست ولويس لوميير هم اول من اخترعوا آلة التصوير والعرض السينمائي، وهم اصحاب اول فيلم سينمائي مصور في 19 مارس 1895. وسينمائي هنا معناه بس متصور بكاميرا السينما، بس كالعادة زي اغلب الاختراعات في تاريخ البشرية بيكون في اكتر من شخص في اكتر من مكان في العالم عملوا نفس الاختراع، بس التاريخ سجل الأخوين لومير كمخترع ماكينة التصوير السينمائي. وخلونا نشوف البداية قبل الأخوين لومير. سنة 1872 كانت التجربة الأولى للوصول لصورة متحركة من مجموعة صور ثابتة عن طريق مصور فوتوغرافي اسمه إدوارد ماي بريدج. لما طلب منه حاكم كاليفورنيا وقتها وكان اسمه ليلاند ستانفورد أنه يصور له الحصان وهو ماشي عشان يدرس حركة الحصان، فقام ماي بريدج وضع 12 كاميرا على مسافات متباعدة، كل ما الحصان بيعدي قدام الكاميرا بتصوره، وبكده أصبح عنده 12 صورة متتابعة للحصان. لما شافهم ورا بعض ادوله النتيجة دي. كرر ماي بريدج التجربة مع ناس وحيوانات كتير تانية كلهم في حالة حركة، كانت دايما النتيجة ممتازة. بعد فترة صغيرة أعظم مخترع في التاريخ توماس أديسون حضر محاضرة لماي بريدج، قرر بعدها انه زي ما قدر يسجل الصوت على اسطوانه نقدر نسمعها بعد كده، ليه ما نقدرش ان احنا نسجل الصور المتحركه ونشوفها بعد كده؟ وكانت النتيجه الجهاز اللي سماه كايناتوسكوب، وكانت الصوره بتتشاف من خلال عدسه زي اجهزه الفي ار او الفيو ماستر في السبعينات، وده كان في 20 مايو 1891. بعدها جه فرنسي اسمه ليو بولي وطور الفكره، وده كان سنة 1892. سافرت أسرة الأخوين لومير للحياة في مدينة ليون سنة 1870، وهناك أسس والدهم مصنع لإنتاج الألواح الحساسة اللي كانت بتستخدم في كاميرات التصوير الفوتوغرافي وقتها. مع تقاعد والدهم من الإدارة عام 1892 بدأ الأخوين في تطوير المصنع، وكان من بين أفكارهم مشروع إنتاج آلة تصوير للصور المتحركة، لحد ما نجحوا في الوصول لماكينة تجمع ما بين آلة تصوير وآلة عرض في نفس الوقت، وسموها سينيماتوغرافر. في 19 مارس 1895 صوروا أول مشهد وكان مدته 50 ثانية زي كل الأفلام اللي عملوها بعد كده، وده كان نتيجة لطول بكرة الفيلم وقتها وبسرعة 16 كادر في الثانية.
وكان التصوير لخروج العمال من مصنعه. وبعدها بثلاث ايام تم اول عرض في باريس، تبعه عدد من العروض في اماكن مختلفة كتير منها مصر، واللي تم عرض اول فيلم فيها في يناير 1896 في قهوة زوالي في اسكندرية. في 10 مارس 1897 تم تصوير اول فيلم في مصر على ايد ميسيو بروميان، واحد من اهم مصوري شركة لوميير، وكان عن وصول القطر لمحطة الرمل. وخلال فترة قصيرة جدا صور الأخوين لوميير من خلال شركتهم عشرات المشاهد في جميع أنحاء العالم، وزي ما هنشوف في الفيلم موضوع النهاردة. فيلم النهاردة فيلم تسجيلي فرنسي اسمه لوميير لافانتور كومانس، أو لوميير وتبدأ المغامرة. واختيارنا في الحلقة دي هيختلف عن كل الحلقات اللي جاية، لأنها هتكون الحلقة الوحيدة اللي الفيلم فيه مش بيتكلم عن موضوع بعينه. الفيلم هو تجمعات لمشاهد من أعمال الأخوان لوميير في أول 10 سنين لاختراعهم لآلة السينيماتوجراف. الهدف من اختيار الفيلم وخصوصا في أول حلقة إن الفيلم جمع أول مشاهد سينمائية تصورت للناس في التاريخ، وكمان بتوضح إن الهدف من اختراع آلة السينيماتوجراف اللي اختصرت بعد كده لآلة السينما كان في البداية لأفلام تسجيلية بتصور حياة الناس، وإن الفيلم الروائي جه في مرحلة تانية ومتأخرة جدا. يمكن المشاهد اللي موجودة في الفيلم مش مهمة أحداثها قوي، بس على الأقل بتعرفك شكل حياة الناس خاصة في فرنسا والعالم من أكتر من 120 سنة. ما تقدرش تقول عن تيري فريمو انه مخرج في الفيلم ده، فريمو بس جمع ورتب ونظم الاعمال الاولى للاخوين في الفيلم ده، وقام بعملية الناريشن او التعليق الصوتي، بس ما فيش اخراج. فريمو كان مدير معهد لوميير السينمائي، وفي 2004 اصبح المدير الفني للمهرجان كان، وفي 2007 اصبح المندوب العام للمهرجان. الفيلم بيتناول اهم المشاهد اللي صورها الاخوين لوميير وفريقهم سواء كان في فرنسا او في باقي العالم خلال العشر سنوات الاولى لاختراعهم السينيماتوجراف من 1895 ل 1905. قسم فريمو الفيلم ل 11 قسم، بداها في القسم الاول بالاعمال الاولى في القسم اللي سماها في البدايه، واكيد كانت البدايه باول مشهد اتصور في التاريخ وهو خروج العمال من مصنع لوميير بليون. بعدها كان مشهد لاجتماع اتحاد المصورين بليون، وتنوعت باقي مشاهد القسم الاول ما بين انشطة العمال خصوصا البناء بجانب بعض انشطة الطبقة العليا الاجتماعية ومحطة قطر ليون. وفي القسم ده ظهر اوغست لوميير اكثر من مرة. من القسم الثاني ما بقاش الموضوع مترتب تاريخي، لا بحسب الموضوع. كان القسم الثاني عن ليون مدينة الاخوان لوميير، وبدأ باول كادر متحرك في الفيلم. الكاميرا كانت موجودة على قطر بيقطع المدينة، وده كان أول شكل للشريان. اتنوعت في القسم ده مشاهد كتير للمدينة. القسم الثالث بقى عن الأطفال اللي اهتم بيهم جدا الأخوين لوميير سواء في فرنسا أو براه. القسم ده بيتنوع ما بين أنشطة الأطفال وبعض اللقطات الكوميدية، وبرضو ظهر في القسم ده أوغست لوميير. القسم الرابع عن العمال في فرنسا، صور الأخوين لوميير المصانع والمواني وعمال الرصف ومناجب الفحم والصيادين ورجال المطافي، وصارت السيدات برضو كعاملات تنظيف. القسم الخامس كان عن الأنشطة الترفيهية والرياضة، إزاي كان الناس وقتها بيلاقوا حاجات بسيطة جدا بيشغلوا بيها وقت فراغهم الطويل جدا. القسم السادس اسمه باريس 1900، هنلاقي فيه استخدام أسانسير برج إيفل ككرين والمراكب كشريان زي ما كان استخدام القطر في القسم الثاني، وزي قسم ليو هنلاقي تنوع ما بين الأماكن وحياة الناس. القسم السابع هو الأطول وهو الأهم في الفيلم، هو عن العالم. احنا بنشوف فيه أجزاء كتير عن العالم من 120 سنة. الأخوان لوميير واختراعهم العجيب وقتها لفوا العالم ووثقوا مشاهد من كل الدول اللي سافروا فيها بقية لحد دلوقتي، وكان من بينها فلسطين ومصر وتونس. القسم الثامن بيتكلم عن الكوميديا وبيضم مشاهد تمثيلية كوميدية طبعا برضو في إدارة الخمسين ثانية، وأشهرها طبعا مشهد الجناين اللي اختير كبوستر للفيلم، وأول تصوير لمباراة كرة قدم في التاريخ، ومشاهد كوميدية طبيعية، وأول ستاند أب كوميدي في العالم، وأول باليه مصور. القسم التاسع اسمه قرن جديد،
اهتم بإظهار حركة الإنشاءات في بداية القرن سواء في فرنسا أو العالم كله، وحركة التطور التكنولوجي زي رصيف باريس المتحرك، واللي كان بداية لظهور فكرة السلالم المتحركة اللي أصبحت موجودة في كل المولات والمطارات ومحطات المترو، وبداية صناعة البلاستيك واستخراجه من البترول. القسم العاشر اسمه من السينما، وبيتكلم عن المشاهد اللي استخدمت سينمائيا زي الفيلم الروسي الشهير المدمرة بوتامكن، أو مشاهد أوحت لمخرجين بأفكار سينمائية، بالإضافة لمشاهد فيها أوائل الخدع السينمائية واستخدام البالون الطائر في التصوير. وأخيرا القسم الحداشر، وده فيه تجميعات كل الأقسام اللي فاتت، بس بنشوف في القسم ده شيء جديد، هو تلوين بعض أجزاء القسم ده. وأخيرا بتيجي الخاتمة اللي بتختصر ببساطة الهدف من الفيلم ده. آلة السينماتوجراف غيرت بشكل حقيقي في تاريخ الإنسانية. شفنا من خلال فيلمنا النهاردة مشاهد من حياة الناس من أكتر من 120 سنة، عرفنا عن حياتهم ما بقاش حد ممكن يزيف التاريخ، لأن الصورة غير الكتاب، وخصوصا الصورة المتحركة. يا ترى بقى لو كانت السينماتوجراف اخترعت قبل كده، مش كان في حقائق كتير كان زمانها اتغيرت؟ فيلم أثار الجدل من سنة في مصر، وبيصور بعض المتغيرات اللي حصلت للشباب في السبع سنين الأخرانيين. الفيلم لقى انتقادات كتيرة، هنحاول نحللها مع بعض بشكل موضوعي الأسبوع اللي جاي، استنونا.